يعطيكم العافية شباب وصبايا. Application à l'exercice théorème de Thalès. Exercice 6, page 61. Détermine la valeur de x dans chacun des cas suivants. Détermine la valeur de x dans chacun des cas suivants. Observez bien cette figure. On a un triangle quelconque. Triangle quelconque. Chaque rectangle va sous triangle quelconque. Et on a un côté ou une droite parallèle à un côté, ou droite hon parallèle à un côté hon, ou droite hon parallèle à un côté li hon. حسب أي تريونغ بدو. دغري نحن شو لازم نعمل؟ حط لهم الأسماء. هلا هون أبليكاسيون بحط لهم الأحرف اللي لهم بيريحني أكثر بالشغل. مثلا A B C D E. أوكي؟ لكن حطيت الأسماء أنا من عندي بس حتى تريحني من الشغل. دول تريونغ A B E أو A C D. يبقول A B E يبقول A C D. يعني اللي بدي إياه بقوله أنا. مثلا هياخد لو تريونغل ا بي او انا دونك لو تريونغل ا بي او انا سي دي او سي ابارتيان على ا بي دي ابارتيان على ا او CD parallèle BE. D'après le théorème de Thalès, je vais écrire le rapport. Mais, nous devons nous faire l'inconnu. L'inconnu côté Tawili. مثلا الانكوني هالكوتي الطويلة لا ما هي الانكوني الانكوني هالكوتي الصغيري وهو عيتيني الكوتي الصغيري عيتيني الكوتيات الصغار لكن شو انا بستعمل بستعمل رابور دو كوا بستعمل رابور دو تاليس بس ما اللي من السمي يعني ما بستعمله من الا من نا بستعمله بستعمله من الا ما بستعمله من الا من نا بستعمله بستعمله من الا ومن البي يعني مش A E على A D إيجال A B على A C لا بستعمل E A على E D وإيجال B A على B C أو بستعمل الصغير على الكبير E D على E A إيجال B C على B A طب المهم أنا لما بلشت E D تاني واحد يكتب B C بلشت E A تاني واحد يكتب A B لكن حكتب أنا رلاسيون منه حبلش بال E D E D مبينة على الصورة أن هي صغيرة E D sur E A مقابل ال E هي ال B لوين بلشت أنا E D معناتها بلش B C B C sur B A B C sur B A chacun par sa valeur شو عندي X sur E A 3 égale 2 sur 2 X sur 3 égale 1 هون برودوي دو مويان ايجال برودوي دو اكستريم اكس ايجال 3 بارتي بي جاي شكل هيك جاي شكلها محطوط هون 5 1 هون x وهون 2 طيب لكن انا شو بعمل؟ بحط الاحرف اللي بدي اياهم بعد نفس الحديث A B C D E اوكي طيب هون شو بده هو؟ لونجار طويل لايكو A D شو بده A D يعني من السمي ببلش دابري تاليس طبعا نفس الحديث بده يكتبه هو زيته نفس الحديث دابري تيرام دو تاليس كل هيدا ما حكتبه حكتبه بالرابور دغري او مرة تانية حكتبه بطل بعدين ما عاد يكتبه دائما بنرجع نكتبه ضل له تريونج اي تريونج هلا حياخذ حياخذ التريونج الكبير A C D O N A
عم بياخذوا عشوائيا تريون، يا بياخذوا صغير يا بياخذوا الكبير، ونفس الكلام يعني عم بعمل الاكزامبلين انا مشان تشوفوا نفس الحكي بدي احكي. لكن شو اخذت على تريون الاسي؟ هي شو بقول؟ بي ابارتيان اسي، بي ابارتيان على سي، او ابارتيان على ادي، او ابارتيان على ادي. شو صفي عندي؟ بي او باراليل، بي او باراليل سي دي. طيب ونفس الكتابه هي ذاتها دابري ديورام. دو تاكس بدي اكتب الرابور. اي رابور اللي بدنا نكتب هلا؟ بدي اكتب الرابور تبع السمي، لانه ليكو بده لونجور طويل. ادي بده لونجور طويل. ادي يلا تبع السمي، ابي على اسي ايجال ا او على ادي، ابي على ابي على اسي ايجال ا او على ادي ايجال بي او على سي دي، بي او على سي دي. طبعا كان في واحد يقول لي يا سيس بدي استعمل الرابور الصغير، كان فينا نجيبها من الرابور الصغير مبلا، لايك كان فينا نعملها كمان بي سي على بي ا، او بي ا على بي سي ايجال او ا على او دي، والاو ا بتنجيب. ما هلا كمان بدي اجيب الاو ا انا، يعني مثلا هلا الابي معي، الاسي ما معي، الاسي كلها سوا ما معي، شو بتساوي؟ 5 بلس 1 هي الاسي، 5 بلس 1 ايجال 6. طيب الا او ما معي اياها، بس الادي معي اياها اكس، والاو دي معي اياها 2، معناتها هيدي شو بتطلع؟ الصغيره شو بتطلع؟ الكبيره ناقص هيدي اكس موان 2، اكس موان 2. تمام؟ لكن إذا استعملت أنا الرابور من السمي أو استعملته من الدروات باراليل بده يوصل لنتيجة. حتى هلا بنلاقي أو بدنا نلاحظ إنه لو استعملته من الدروات باراليل، يعني من النقطتين تبع الدروات باراليل بلشت فيه، كان أهين من هيك. لكن الـ AB ديال AB 5 سور AC 6 إيجال AE، AE جبتها X-2 سور AD سور X. طبعا بي او سور سي دي لانه من الصمي كتبتها، هون ما جبتها من الصمي ما كتبتها. برودي دي مويان ايجال برودي زكستريم، 6 فاكتور اكس موان 2 ايجال 5 اكس، 6 اكس موان 12 ايجال 5 اكس، 6 اكس موان 5 اكس ايجال 12. طبعا 5 اكس جبتها لقبل ايجال موان 5 اكس، موان 12 خدتها لبعض ايجال بلس 12 اكس ايجال 12. بارتي سي، بارتي سي لكن هيدي هون حط لي اياها دوز، هيدي هون اكس، هي هون 3 وهي هون 6. طيب هون استعملت الصمي، هلا هون حاستعمل الرابور الثاني اللي مالو من الصمي كمان نفس الشيء. ا بي سي دي او، طبعا بحط الاحرف انا بتفشكم بس حتى تنتبهوا انه ما له ضروري والله موضوع انه والله الاحرف. لكن ضل تريونجل ا دي بي اون ا، او ابارتي على ا دي، سي ابارتي على البي دي. مين صارت الصمي؟ صارت الصمي دي، بطلت الصمي الا، لانه هيدي وهي باراليل، اربع احرف راحوا بالباراليل. الباراليل مين اني؟ ا بي او سي، اربع احرف راح. مين طلع الصمي؟ دي. يعني اذا بدي اكتب من الصمي بكتب من الدي، بس عملت انا هون الصمي، حعمل هون كمان مثل هيدي هون، يعني او ا على او دي. او قلكم خلينا نعملها من الصمي، ليش نعملها من بلا من الصمي؟ خلينا نكتبها من الصمي. مين الصمي؟ لكن دي، لكن دي او على دي ا ايجال دي سي على دي بي، دي او على دي او على دي ا، دي سي على دي بي.
ايجال شو خط صغير دي او صغير يعني او سي على ابي انا مين معي الاو سي على ابي ما بدي هيدا الرابور بدي بس هيدول الاثنين دي او مين هو دي او اكس دي ا مين هي 12 ايجال دي سي 3 دي بي لايك دي بي ما معي اياها 3 بلس 6 سي 9 على 9 Ce qui donne, Heide Han, produit des moyens égal produit extrême. How Obama simplifie Han, divise par 3, divise par 3, tout la main 1 sur 3. Alors Han, Obama, produit des moyens égal produit extrême. X fois 3 égale 3x. X fois 3, 3x, 12 fois 1, 12. X égale 12 sur 3, X égale 4. La partie D, où il y a la chaque sourd à Martelif, Heidi, l'amour à Nafiyashi, Aham. Heidi, chaque sourd محطوط هون X هون 2 5 8 مين السمي هون؟ مين السمي هون؟ هيدي parallel عهي معناتها هي هي السمي اللي هون هيدول الأحرف لا تنبلش A B C D E إذا بلشت من السمي كيف بدي بلش من السمي؟ سي أ على مين؟ على سي أو على نفس الخط طبو سي أ على سي أو إيجال سي بي على سي دي دابري تاليس سي أ سي أ على مين؟ على سي أو إيجال سي بي على سي دي تبعتوا كيف كتبت الرابور من السمي؟ تبعتوا كيف كتبت الرابور من السمي؟ هيدا السمي لكن سي ا على سي او ايجال سي بي على سي دي ايجال ا بي على دي او ا بي على دي او هيدا من السمي هلا اخر شيء اذا ضل معي محل حكتب الرابور الثاني مشان تنتبهوا كيف بدي اكتب الرابور الثاني طبعا كان لازم اكتب الرابور تاني او اذا بدي اكتبه هو ا سي على ا او بي سي على بي دي هذا الرابور التاني اللي من الدروات باراليل طيب خلينا نكمل هون سي ا سي ا سي كوا سي ا اكس سور سي او سي او 8 ايجال سي بي 2 سور 5 برودوي دي مويان ايجال برودوي اكستريم 5 اكس ايجال 16 اكس ايجال 16 سور 5 طيب بس هو بدي انا اعطي ننتبه على شغله صغيره الرابور الثاني كيف بينكتب بهيدا الموضوع انتبهوا على هيدا لكن مين قلنا دروات باراليل هي الدروات باراليل على تريونج على كوتي دون تريونج سي دي او معناتها بدي اكتب الرابور الثاني من الدروات يعني حرف الا وحرف البي كيف بكتبوا ا سي على ا او هيدا دوزيام رابور اللي ما نبنو السمي هيدا الرابور دو سمي هيدا الرابور دو سمي هيدا الرابور دو سمي هيدا الرابور دو دروات دو دروات من دروات وهيدا الرابور من دروات اللي حكتب ما بدي استعمله ما بدي اعمل فيه شيء بس بدي اكتبه كتابي لهيدا شكل الصورة ا سي على ا او ا سي على ا او ايجال بي سي على بي دي بي سي على بي دي